بتخطيطها تعيين مستشار لها ليعمل مع قوة معظمها فلسطينية لدى انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس. يعني بحسب مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة ترغب بلعب دور بارز في انتشال غزة من الفوضى. وذكرت بوليتيكو أن مقترح المستشار وقوة حفظ السلام لغزة تم تداوله ضمن الإدارة الأمريكية سرا منذ أشهر. مسؤولان أمريكيان كشف لبوليتيكو أن المستشار قد يكون متمركزا في سيناء أو حتى في الأردن، لكن هذا المستشار الذي ستعينه إدارة بايدن بحسب ما نقلت بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين لا يدخل غزة نفسها أبدا، وهو مؤشر على الرغبة في تجنب أي إيحاء بأن الولايات المتحدة ستملي مستقبل القطاع. ذكرت صحيفة أن المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية بشأن دور المستشار أظهرت أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث لغزة بعد فترة طويلة من هدوء النزاع. كشف مسؤولون أمريكيون لبوليتيكو أن خطة تعيين مستشار أمريكي لغزة هي واحدة من الخطط والسيناريوهات التي كانت الإدارة الأمريكية بدأت بتحضيرها منذ شهر مارس الماضي، والمتعلقة بتشكيل بعثة أمنية مؤقتة لغزة وقوة لحفظ السلام حيث لم يتم الكشف عنها. إذ أن الخارجية الأمريكية وفي وثيقة سرية لها كشفت عنها، بوليتيكو صنفت مهام البعثة الأمنية لغزة والتي تتكون من الدرك بالمهام الأمنية وليس كقوة. وبحسب الوثيقة فإن مهمة البعثة لا ينبغي أن تكون بقيادة أمريكا لأنها قد تواجه بمعارضة شرسة من قبل الفلسطينيين في ضوء الدعم الأمريكي للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، وأن هذه البعثة الأمريكية بحسب الوثيقة يجب أن تحظى بمشاركة فلسطينية قوية كضمها ما يقرب من 2000 عضو فلسطيني بالإضافة إلى 1000 آخرين من الدول الناطقة باللغة العربية. تنضم إلينا من أوهايو جينا وين ستانلي السفيرة الأمريكية السابقة ومديرة مركز سياسة الشرق الأوسط لمناقشة التطورات الأخيرة. سيدة جينا أهلا بك معنا في الأخبار ليلى هذا المساء ودائما على شاشة الحدث. أبدأ مع ما نشرته بوليتيكو وفيما يبدو أنها أصلا خطة أمريكية كانت موجودة منذ أشهر وليست حديثة، الحديث عن مستشار ولكن لا يتواجد داخل غزة ولا يقود قوة حفظ سلام مع اقتراح أن يكون هناك قوة لحفظ السلام. فعليا ما قيمة هكذا طرح أمريكي؟ ويعني هل هكذا طرح يلغي المشاكل الأساسية الموجودة لليوم التالي ما بعد الحرب أصلا؟ شكرا جزيلا. أعتقد أنها علامة تدل على الجدية التي تأخذها إدارة بايدن في اليوم الذي يعقب انتهاء الحرب. نعلم أن الرئيس كان يتحدث عن أهمية الطريق المستقبلية وأن يكون هناك حكومة وإدارة وحل للدولتين على المدى الطويل، سواء كانت هذه الخطة قد تم الاتفاق عليها لابد لنا أن ننتظر ونرى. من الواضح أن وزير الخارجية قد قام بتقديم بعض الشكاوي حول التسريبات التي تأتي من الخارجية أو من الحكومة، ففي كل فترة يتم بث أشياء لم تكن ناضجة فقد يصعب من التعامل معها وكذلك معرفة من قام بتسريبها. هذا قد يكون جوهر ما يحدث في أعقاب انتهاء تلك الحرب، لكن يمكن التأكيد وطمأنتكم أن الولايات المتحدة تعمل بصورة لصيقة مع شركائنا في المنطقة، وخاصة أن مسألة وجود الشعب الفلسطيني ليكون في دفة القيادة بشأن ما قد يحدث فيما بعد في حياتهم. طيب قبل يعني أن أتوقف عند الموضوع موضوع الفلسطينيين وهم أن يقرروا، ولكن يعني تتحدثين حضرتك عن أنه الهدف الأساسي هو الذهاب باتجاه حل سياسي وحل الدولتين بطبيعة الحال، ولكن اليوم الطريق إلى الذهاب إلى هذا الهدف يختلف كثيرا بين جهة وأخرى. بالنسبة لأمريكا ربما تقوم بهذا الطرح سواء مستشار أو حتى يعني أي شكل للمرحلة القادمة، بينما أوروبا وبعض الدول الأوروبية تعترف بدولة فلسطين مثلا كطريق لحل الدولتين، وأيضا هناك أطراف ثالثة تتحدث بنهج مختلف أيضا على هذا الطريق. فعليا أي من الأطراف تقوم بجهود جدية وقادرة وكفيلة بأن توصل لحل الدولتين فعليا؟
كل هذه الدول تعمل بصورة متوازية. الدول التي تعترف بدولة فلسطين تعد مسألة قوية، والحقيقة لن تتغير على المدى القصير، ولن توقف الحرب ولن توقف الداعمين، لكنه بمثابة اعتراف نفهم من أنه إلى أين سوف يأخذنا هذا الطريق. الولايات المتحدة لم تتخذ هذه الخطوات، لكنها قد أوضحت علنا من خلال تصريحات من الرئيس ونائب الرئيس ومن وزير الخارجية وغيرهم بأننا نعلم بأننا كلنا في هذا المسار من أجل التوصل إلى حل الدولتين. لذا الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية هم جزء لا يتجزأ من هذا الأساس الذي سوف يفضي إلى ذلك الهدف. طيب، ما زلنا نتحدث بطبيعة الحال عن خطوات أحادية من كل طرف اليوم، ما زالت خطوات أحادية. هل يمكن لهذه الخطوات فعلا أن توصل لنتيجة إذا ما استمرت أحادية، أم نحتاج اليوم فعليا لموقف عام، موقف دولي واضح ومتناسق تجاه التعاطي مع حرب غزة ومع مستقبل السياسة الفلسطينية بشكل عام؟ لعلي أحاجج هنا أن الجهود المنسقة قد تكون أكثر فعالية. فإذا ما هناك مثل يقول إذا ما كنت ترغبين أن تذهبي بسرعة عليك أن تسيري بخطوات وقفزات عالية، أما إذا ما كنت ترغبين باتخاذ خطوات فعالة لابد من العمل مع الآخرين. كل دولة تقوم بإجراء حساباتها بحيث يمكن أين يمكنها أن تساعد من أجل تحقيق الأمن والسلم لكافة الشعوب في المنطقة. هذه الحسابات قد تكون مختلفة من دولة لأخرى، لكن علينا أن نبقي في الحسبان أنه رغم أن هناك بعض الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، لكن هذا لن يخلف أثرا مباشرا. ما من مسألة سوف تقوم باستبدال مسألة التفاوض بين الفلسطينيين وإسرائيل، لأنه لابد من حل مشكلة الحدود، وهذه هي الأساس بالنسبة لحل تلك المشكلة. إذن الحدود لابد أن تكون في طليعة المسائل التي يتم التفاوض عليها. الاعتراف الذي يكون من طرف واحد لن يغير أي شيء. طيب، يعني نسأل بشكل عام، ولكن الآن نريد أن نتوقف عند النقطة الأساسية حاليا وهو موقف إسرائيل. إسرائيل أو على الأقل حكومة نتنياهو رافضة لحل الدولتين، نتحدث عن رفض لكل الإجراءات التي تحصل حول العالم، سواء الاعتراف بدولة فلسطين من جانب بعض الدول أو ما نراه على مستوى المحكمة الجنائية ومحكمة العدل. اليوم هل هذه الإجراءات فعليا تضع ضغوط على إسرائيل أو تجعلها أكثر تعنتا كما تقول بتصريحاتها الرسمية؟ أعتقد أنك طرحت سؤالا مهما، وقد طرحت إجابتين على هذا السؤال. من ناحية ومن الخطر أن نعتقد بأن هناك معارضة كبيرة في إسرائيل في هذا الوقت إلى الحجم الذي تكون فيه مرتبطة بالطريقة التي أدار فيه نتنياهو تلك الحرب. حتى اللحظة لا يزال الإسرائيليون يشعرون بالألم من هجمات 7 أكتوبر، وهناك عدد من الرهائن الذين لا يزالون في عداد المفقودين. لكن المفاوضات التي جرت في إعادة جزء من هؤلاء الرهائن كانت فعالة، واستخدام القوة هي جزء من السياسة التي تبناها نتنياهو. ونعلم بأن ما يفعله قد يفضي إلى كارثة بسبب رغبته للبقاء في سدة السلطة، وهذا دفع لصدمة عاطفية التي قد أدت إلى تراجع الدعم وإلى خلق الطريق المستقبلي. مع ذلك فإن العزلة المتزايدة للدولة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي هي مسألة لابد من أن تكون صعبة بالنسبة لهم. اعتادوا أن يفكروا بأنفسهم بأنهم جزء من أسرة الديمقراطية والحكومات المستنيرة، وبعد ذلك باتت عليهم اتهامات بارتكاب
الجرائم إبادة جماعية من قبل محكمة العدل الدولية، وقد يكون هناك أمر يصدر عن المحكمة مذكرة إلقاء القبض، وهذا أمر قد يكون مروعا بالنسبة للسكان والشعب الإسرائيلي. علينا أن ننظر كيف وصلنا إلى هذا الحال، وكيف يمكن الخروج منه، وهذا هو مسار للأسف. لا أعتقد أن رئيس الوزراء سوف يساعد الشعب الإسرائيلي بالخروج من هذا المأزق، لذا سوف يكون هناك آخرون الذين لابد لهم أن يشمروا على مساعدهم في إعادة الرهائن وإيجاد طريق من أجل التوصل للاستقرار والأمن في المنطقة. وهذا لا يعني فقط بإزالة حماس الذي يعد أمرا أساسيا في منهجية رئيس الوزراء، لكن حتى اللحظة رئيس الوزراء لا يزال يحظى بدعم من حيث طريقة إدارته للحرب والسياسة الخارجية والضغوط التي تدفع الآخرين إلى الإذعان، لكن هذا قد يكون تفكيرا على المدى القصير، لن يتم الاستمرار به على المدى الطويل. شكرا جزيلا لك ضيفتنا من أوهايو جينا وينستانلي، السفيرة الأمريكية السابقة ومديرة مركز سياسة الشرق الأوسط.